السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. السعي ما بين الصدفة والاستمرارية، طب إيه الفرق بين الاتنين؟ أنت عندك هدف شغال عليه، عايز توصله. في ناس تيجي معاها الصدفة ترفعها حتة تانية خالص، الريتش بتاعها يعلى توديها حتة تانية خالص، لكن هيفضل عند نفس النقطة دي. يعني الصدفة ما بتتكررش مرتين. يعني فرضا على مجال مثلا اليوتيوبر انه عمل فيديو ده ضرب مره واحده، هتلاقي هو الفيديو ده هو اللي سايبه، يعني هو المعلق، هو اللي شغال عليه، ما عندوش جديد يقدمه وما عندوش حد يشاهد له الجديد. على عكس اللي شغال على الاستمراريه، بيطور دايما من نفسه، بيتعلم حاجات كتيره، خبراته بتبقى اقوى. بس المشكله انا عايزها نفس طويل. انا مش بقول كلام عشان اصبر نفسي بيه او اصبرك انت بيه، لا، هي دي الحقيقه. اللي بيوصل عن طريق الاستمرارية والمواظبة لما بينجح مفيش حاجة بتقف قصاده، خلاص هو كسر الجبل الموجود قصاده، مفيش حاجة تبقى قصاده، ومهما كان جاي ورا الجبل ده هيبقى سهل أو عندك الخبرة إنك تحله. لكن أنت لما بتنجح بالصدفة، نجاح الصدفة، ونجاح الصدفة ده عشان أنت بتعمل نجاح موازي ليه أو مستمر معاه، مضطر إن أنت تتنازل عن حاجات كتيرة. يعني بنشوفها الحاجات اللي بنشوفها على الفيس مثلا او البلوجرز مثلا عموما، ده فلان طلق فلانه وضربها وعلمها وهي رجعت بعد يومين، بيقول لك الريتش وقع فبيعليه. زي القنوات اللي مثلا اللي بيعملوا حاجات يعني قرفنا بيومياتهم اعرفهم، فانا مش عارف في ايه، وكان العالم ممكن يقف عليهم، فبيضطر ان هو بيضحي بمبادئ وحياه شخصيه وحياه محترمه المفروض ما تظهرش للناس عشان يعمل جذب مشاهدات ليه. ده انا بتكلم على مجال مثلا مجالي، يعني في المجال ده. لكن اللي بيسعى وبيحترم نفسه، بيحترم نفسه دي حاجه مهمه قوي، ويحافظ على مبادئه ويعرف ايه يقول ايه وما يقولش ايه، لا، لما بينجح بيقف على رجليه، بيكون واقف على رجليه صح، بالعكس بيحس بغيره ويساعد غيره. هي لحظات ان شاء الله جايه، بس المشكله اللي انت تفرق لما تبص على نجاح حد، هو نجح بالصدفه، نجح بالرشوه، نجح بالواسطه، المهم في عامل تاني غير اجتهاده. انما اللي بيجتهد، بس بتجتهد صح، ما ظبط الشغل اهم الشغل نفسه. يعني كويس انك تشتغل، الاجمل انك تعرف تشتغل ازاي. في ناس تيجي عند مرحله تقف تقول لا خلاص انا ماليش حظ هنا، بس انت لما تلاقي فرصك زي فرص غيرك او امكانياتك زي امكانيات غيرك، بس امكانيات غيرك ناجح، وتيجي تتكلم وتتعلم وتعمل، والله لما تبقى تعمل اللي عليك تبقى تقول والله انا ماليش حاجه في المجال ده. لكن لما تعمل المجال شغال قصادك وفي امكانيه انك تنجح فيه، فانت لازم تطالب بالسعي. في يقول لك طب ما هو السعي يعني استمراريه السعي ما بتساويش حتميه الوصول، يعني انت مش شرط انك توصل، لا انك هتوصل. ليه اجتهاد؟ بص، لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني دي في النهايه لازم نعرفها، ان ما كانش اجتهادك في نفس المجال ده فربنا هيعوضك في حاجه ثانيه. في حاجه فهمتها، يعني انا عايز اقول حاجه، لما دخلت مجال الميديا مش نفس خبرتي دلوقتي، يعني اكيد في حاجات مخي اتفتح ليها وشفتها برؤيه ثانيه وزوايا ثانيه خالص. فلما باجي اتكلم في حاجه ببقى عارف انا بتكلم في ايه. انا بصبر نفسي طبعا، بصبر اصدقائي، بس على ارض صلبه. لان ده وعد ربنا، يعني ده ربنا وعد، اللي اجتهد هتلاقي. هو بقى هيرضيك ازاي؟ الله اعلم، ما حدش عارف ربنا هيرضيه ازاي، بس اكيد ربنا هيرضيك. احنا بنستنى رضا ربنا، ان شاء الله رضا ربنا يكون فيض من نعمه علينا. في الصحة والذرية وطولة العمر وراحة البال، راحة البال دي حاجة مهمة قوي، يعني صعب قوي إن أنت تنجح في حاجة وتلاقي راحة البال معاها. أنا بقول دايما يا رب ارزقني راحة البال. يعني أقعد في مكان كده لا ليا ولا عليا. انا مطمئن من نفسي، حته الطمانينه ديت والله ولا كنوز الدنيا تكفيها. فحته ان انت توصل وتبص على غيرك، ممكن غيرك نجح بالصدفه صحيح، لكن وقف عند الصدفه ديت، هي الصدفه ما بتتكررش مرتين. لكن المجتهد بيطلع السلم ببطء صحيح، لكن هيوصل صحيح. لا، ده وعد على ربنا انك هتوصل، ده رزق، رزق ربنا هيبعته لك، مش صدفه، ده بقى مقدر ومكتوب ومقسوم. هيوصل لك، هيوصل لك، انت بس عايز تصبر على نفسك، تشتغل على نفسك كويس. يبقى فل ان شاء الله. السلام عليكم.